السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم طريقة للنوم بسرعة. بداية عليك أن تتأكد من أنك تتخذ وضعية النوم الصحيحة الذي يسمح لك بأخذ نفس عميق. اجلس مستقيما وارخي ذراعيك. أيضا عليك أن تقوم بوضع طرف لسانك على سقف فمك خلف أسنانك الأمامية، وحافظ على هذا الوضع طول فترة التمرين حتى عند الزفير. الآن قم اسفر الهواء بالكامل. عليك أن تقوم بعملية زفير الهواء بالكامل. بالتالي ماذا سوف تفعل؟ عليك التنفس من خلال أنفك من خلال 4 عدات، يعني 1 2 3 4، وعليك بعدها أن تحبس أنفاسك حتى 7 عدات. وبالتالي عليك أن تقوم بزفر الهواء من خلال فمك في 8 عدات، وتستطيع القيام بهذه العملية 3 مرات، فبالتالي سوف يساعدك جدا على النوم. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.